كابوس على كل طفل في غزة، وعلى كل امرأة ورجل في غزة، وعلى كل عجوز وعجوزة في غزة. أتمنى أنا ب 2024 من أصحاب بيتي تخلص الحرب، تخلص المعاناة اللي إحنا فيها، المأساة. كل يوم بنصحى نحكي يا رب يكون هذا حلم، يعني يكون كابوس فينا، بس مع الأسف يعني بكون حقيقة، هي حقيقة مرة.